غريب. انا نقول واحد القضيه، انا نهار درت السيناريو فكروا انه يجيبوا لي سانج مانكا سج يعني غير لعبه، يجيبوا لي غير لعبه. قلنا علاش ما يمكنش، خلينا نجيبوا حي ما نعطي القرض، دير الثقه في القرض راه مشكله، قرض باش ديري فيه الثقه صعيب. وقلت وجابوا لي هذاك القرض، وبقيت انا وياه والدريسور اللي معاه، وخصني انا ولي عرفني يعني تولي العلاقه، لان غيخدم معايا شارونس يعني شارونس غير هو هنا في هذا الكتف يعني، خصني نبدا ملي حس بيا ونبدا نعرفو وكذا. وثقت فيه لدرجه واحد المره طالع في واحد السلوم كان عندي مشد يعني في الخدمه، ودرت واحد القنبه ديالو هنا زعما جمعت مع ديك القنبه باش زعما تزير هو وانا طالع شاد بجوجين، ونقز هرب. شو الثقه كيدير الثقه ديال الناس دارو شد في واحد الحديده ولا عزيز داداس ديال بحال هكا كي غدير حتى الصباط هنا يدك شاده هنا عنقك يعني انتقم مني هذاك القرض. وبقى فيا واحد الوقيته كنت غتلاحيت من لادين لادين بلونجيك ديال سميتو اللي كان في الداخل، وطاح معايا في الماء بحال كيسبني، حسيت في عينه بحال كيسبني، حيت هو كيكره الماء القرض. المهم داز معايا واحد الجو زوين، نهار اللي بغيت نصور راه فيهاش نسيت انني راه 8 شهور بس صورت الفيلم، لقيت القرض ولا بحال راجل نهزو انا نهز راجل اخر انا ما نقدرش. دونك حنا هزينا قرض اخر جبناه عاوتاني وقادينا، وهذا القرض اللي جبنا باش ندير به لافيش قبح من ذاك القرض الاخر يعني. نهار ديال لافيش والله الا الشوتينغ نهار عذبني ذاك القرض، رجع لي راسي واقف زغب وزغيبات صغيورين وقفهم. وهذاك الشيء كيبقى للجمهور. دائما كنقولها، شوف ملي تقالت لي قال لي الطريق الى كابول واش يقدر يجي دالاس، جا دالاس هو دار نسبه مشاهده، واش جات جيهان بحار، واش اوركستر دمينوي، واش وداك الشيء غادي. لان اش كنقول دابا الا قلنا مثلا الحنش دار واحد نسبه مشاهده ديال واحد 800، اكيد ان الوليدات هذه هذا العام غيكون عنده 16 غيتولي عنده 17 غيدخل عندي ولا 18 غيجي عندي اولي يعرف ويجي للسينما. وهذا والسينما بالنسبه لي ملي كيتجمعوا لي جيران والشباب وهذا تنبدا نشوف في لاصال بحال العائله، مزيان يكون بحال هكا، حيت حنا بدينا كنعيشوا الوحده، لا تكنولوجيا خلقت لنا مشكل انه ولينا كنعيشوا الوحده، تنشد يوتيوب ونتفرج فيه بوحدي، التليفون خلق لنا مشكل، فالسينما كتجمع الناس هادشي كيفرحني. مشكل على الادوار الاباحيه اللي ما تنديرهاش، ما تنديرش الادوار، ما نقدرش ما نبغيش، ما ماشي حيت انا السينما بالنسبه لي ماشي غير الادوار الاباحيه، انا نجيبوا جمهور بلا ما نديروا ديك الادوار. انا الطريق الى كابو ضربت فيه 3 سنين ما فيهش بوسه، 3 سنين الناس كتجي يعني، ما الا ما كانش بصح نيت قادر نحكي واحد الموضوع ولا غندخل هذاك المشهد غير بور باش نكسيت نجيب الناس وحده، فالناس راه صافي يعني، هادشي راه ما بقاش كيشكل لها مشكل يعني. راه انت تتخاطب واحد لا جينيراسيون اللي راه في لا تكنولوجيا راه الحماق، دونك ما كتبانش ليا. التحدي الاكثر هو ان يكون فيلم عندي نقي ويجيو الناس كاملين ومختلف يعني الشرائح وتفرجوا. هذا الجمهور اللي كيبغيك ما تيبغيش يشوف هادشي، ملي كيبغيك ما تيبغيش. شوفي سيرتو ملي كيعتبرك قريب ليه من العائله، انت تولي حتى واحد من عائلته اللي ما يبغيش يشوفك في هذا الشيء، يمكن تشوف المفارقه اللي عندنا. الجمهور يقدر يشوف بنت عريانه في بار وما يحملش يشوفها في السينما، او ما يحملش يشوفها في الشارع، هذا مشكله عندنا، انا هذا مشكله عندنا هنا. ولكن كاين بعض الممثلين تيشوفوا فيهم الناس بواحد الشوفه ما تيبغيش، حيت نقول لك واحد القضيه، بعد ما خصناش نبقاو نديروا المتخيل ونحطوه في الواقع، هذاك متخيل. دابا وحده مثلا لعب مع فيلم واخده، واش انت واخده؟ واش انت مثلا في فيلم لعبها هذيك اختك واش هي اختك؟ هذاك متخيل، فنحاول اننا نفصلوا ما بين المتخيل والواقع. الا كانت قادره دنيا باطمه، انا دنيا عزيزه عليا، انا حضرت لها عيد ميلاد ديال بنتها، انا عزيزه عليا وغنيتها في جينيريك ديالي ديال وشن يعني، وتنعتبرها بحال بنت الدرب لان خالها وباها تنعرفهم. فانا الا كانت عندها يعني كاين، شوف المغني تيقول حتى الممثل خصو يكون كيقدر يغني، كيخلق الاحساس، كيخلق الاحساس عند التمثيل. شنو كيبغي؟ كيبغي لي الاحساس. فهاد المغنيين الا كان عندك احساس راه تقدر تحقق معنا، زائد انت مدربتي على الكاميرا يعني قادر تقدر تقول دي ديالوج بواحد ليموسيون اللي الجمهور يثق فيك في الشخصيه. هو تيقولوها انا ما عمرهم عيطت لي شي واحد، انا اللي كيعيط لي ما غيعجبنيش المشروع نقول ليه لا، فهمتيني؟ إلا ما كانش كاميرا بصح نيت ما نقدروش نديروها، حيت نقول لك واحد القضية، كيفاش غدير كاميرا بلا ما يعرفوها الناس؟ أنا نقدر أنا نرفض إلا ما بغيتش تدوس حلقتي راه ما تدوش، فهمتيني؟ نقدروا نعطيو واحد شوية لا كوميدي بلا ما نورطوا الناس في المشاكل وكذا، ما كاين حتى مشكل نديرها، ولكن إلا كانت فكرة زوينة وقريبة نديرها. أما إلا كانت غير شي فكرة بهذا الشيء اللي كيواقع عندنا دابا، نبدا نعاود لك القصة وتمشى دير وتتمثل، وكاين الممثلين ما كيعرفش يمثلوا مساكن الكاميرا الخفية، كيوليو في المشاكل وهذا.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.